نعم، هذه اللجنة، هذا الاجتماع جاء بطلب من قبل اللجنة الأمنية. كان هناك اجتماعين وليس اجتماع واحد. الأول لجنة الأمن النيابية اجتمعت فيما بينها ودرست موضوع الاعتداء الأخير التركي على مناطق عراقية، وأخرها كان الاعتداء على أحد المصايف في محافظة دهوك. أيضا كان بحضور القادة الأمنيين الموجودين في هذا الاجتماع وهم من القادة العراقيين في الجيش العراقي، وشرحوا تفاصيل هذا الهجوم وكيفية تموضع القوات العراقية والقوات التركية في تلك المناطق وأيضا قوات البيشمركة. ومن ثم عقد اجتماع آخر مشترك مع اللجنة النيابية للعلاقات الخارجية، وأيضا ناقش الموضوع باستفاضة كبيرة. العراق يريد أن يخرج بتوصيات برلمانية تذهب إلى الحكومة أو حتى إلى البرلمان قبل الحكومة ومن ثم تذهب إلى الحكومة فيما يخص هذا الاعتداء. لا يريد الوقوف فقط عند الاستنكار أو حتى عند الشجب، يريد أن تكون هناك توصيات. طبعا التوصيات سترفع إلى رئاسة البرلمان، لكن ما سرب لنا من تلك التوصيات، وهي طبعا توصيات لن تكون للعلن، لكن ما سرب لنا بعض نقاط تلك التوصيات هي زيادة أعداد القوات العراقية المتواجدة في تلك المنطقة وعلى الشريط الحدودي مع تركيا، نصب كاميرات حرارية كما فعل في المناطق الحدودية مع سوريا. هناك أيضا توصية بأن تكون أن يكون جهد استخباراتي موجود عراقي في تلك المناطق، إضافة إلى إمكانية عقد اتفاقيات أمنية جديدة مع تركيا ومع دول الجوار عموما، وهي مسربة طبعا لنا. نعم محمد فاضل مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.